هنا وصلنا لعملية تحليل النتائج، وقلنا إن فايدة مايكروسوفت فورمز إنه بيديني تحليل دقيق جدا للنتائج، وبيقيس مدى تطور الأداء من القبلي إلى البعدي، وكمان بيحولها إلى رسومات بيانية، بيحلل كل سؤال برسوم بيانية، سواء بالأعمدة، أدي شايفين اللي هي أسئلة الاختيار من متعدد أو الليكرت، وكمان الأسئلة النصية بيجاوبها. مشكلتنا مع مايكروسوفت فورمز في الأسئلة اللي لا يستطيع الجهاز إن هو يقيمها، اللي هي قلنا الأسئلة النصية لا أستطيع في السؤال النصي إن أنا أقيمه، فدوت لازم أرجع لنموذج الإجابة نفسه وأعدل عليه. في نموذج الإجابة نفسه أنا أفتح نموذج الإجابة اللي هي استجابة المتدرب أو المتعلم، وأبدأ أشوف إجابته إيه وأصلحها وأغير وأعدل الإجابة بتاعته. هنا لما أضغط على كلمة Review Answers آدي بدأ يديني الإجابات اللي عندي وأبدأ أصلحها. مثلا مروة فخري تمام، إجابتها صحيحة، البلد مكتوبة صحيحة. أبدأ هنا أشوف إيه لو في إجابة نصية أو شيء أنا أقدر أجاوبها. الحاجة التانية هنا آدي الأسئلة من جاوب كل الإجابات، التاني جاوب كل الإجابات، تقييمك للورشة شكرا. هنا كمان السؤال اللي ما أقدرش إن هو يقيمه وهيعتمد أي إجابة صحيحة، سؤال الليكريت وسؤال الاختيار من اكتب الإجابة الصحيحة أو اكتب النص. اكتب النص لما يكون إجابة فيها نص لازم إحنا نصححها بنفسنا، فنقدر نصححها ونقدر نحط السكور ونقدر نزيد السكور كمان لو أنا عايزة أديله إكسترا سكور، يعني كمان أنا أقدر أديله إكسترا سكور وأديله التعليق بتاعي كمان لو أنا حبيت أديله تعليق، وأقدر أشيل الإجابة أو أضيفها أو أنزلها، يعني أقدر أصلح. وهنا لو مزود الدرجات يديني يقول لي انت عملت اكسترا، لو نقصت الدرجات هيقول لي انكوركت، يبقى السؤال ده اجابته خاطئه. يبقى بدخل على اجابه واحد واحد وابدا احدد، كمان بيديني زمن الاجابه لكل واحد استغرق قد ايه في اجابه النموذج لغايه ما اخلص كل النماذج اللي موجوده عندي. ممكن بالسهم اتحرك يمين ويسار عشان اعرف اجابات الحل، أو إني أنا من خلال بريفيونكس أو باك أقدر أتحرك من هنا أو من هنا عشان أعرف الإجابات. عايزة أطلع بره خالص هقول له باك، طلعت بره خالص. بجيت هنا قلت له أوبن ريزلت إن إكسل، لما أضغط عليه هيصدر لي النتيجة على هيئة ملف جيت ريدي تو إنجوي يور داتا إن إكسل، هيصدر لي النتيجة على هيئة إكسل. هيبدأ يفتح الإكسل بتاعي ويصدر لي النتيجة ويعملها لي داونلود عندي على الجهاز. أستأذنك يا وسام، بس عفوا لمقاطعتك، تم إنزال فورم الحضور للمحاضرة وللضيوف للأعضاء وروابط جروبات الفريق جميعا على الشات. شكرا، كملي حبيبي. تمام، شكرا يا حبيبتي. هنا خلاص قال لي داونلود أكوبي، ادي الكوبي جاهزه وهتنزل عندي في الداونلود. وبمجرد ما بفتح الاكسل خلاص نزل لي كل الاجابات ال 82 استجابه تمكين التحرير. ادي نموذج الاكسل بالاجابات بالاسئله بكل شيء، عدد الحضور الكامل الرائع اللي كان موجود معانا واشترك ويانا. كمان من التحديثات الجديدة على مايكروسوفت فورمز هي الخطوة اللي هنقولها دلوقتي. لو أنا عملت نيو فورمز وعملت كده سؤال وهنا قلت مثلا اكتب الحج وقلت له مثلا تشويس، اختار الإجابة الصحيحة، هنا هقول له من أركان أو من مناسك الحج، أو نقول في أي شهر هجري يكون الحج. هختار السؤال الأول شهر ذو القعدة،
السؤال الثاني شهر ذو الحجة، السؤال الثالث رمضان. جميل. طبعا المفروض ان الاختيار الصحيح، المفروض ان انا كنت اختار كويز وليس فورم، فهرجع معلش كده شوية وهختار كويز عشان انا محتاجة الدرجة. هنا اد نيو وهقول له تشويز، وهسمي هنا الحج، وهسمي ادي انسرت نيو تشويز في اي شهر يتم الحج مثلا، فهنقول له شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة، شهر رمضان. تمام. وحددت الإجابة الصحيحة إنها شهر ذو الحجة، وحطيت هنا نقطة واحدة، وحددت الاختيار الصحيح بتاعي. جيت هنا insert new وهقول له choice مثلا ما هي الصورة التي ذكر فيها الحج؟ صورة البقرة أم صورة الفاتحة أم صورة ياسين؟ مثلا صورة البقرة هي الصورة التي ذكر فيها الحج. طيب أنا حطيت سؤالين، وهنيجي هنا هقول لكم ليه أنا عملت كده دلوقتي. هقفل وهروح على الإعدادات بتاعتي. هنا السؤال ده مفيهوش حاجة، هعمل ديليت. أنا هنا حاطة سؤالين اتنين، السؤال ده كمان ديليت أهو. هنا أنا حطيت فورم من سؤالين اتنين، هروح على الإعدادات بتاعتي وهختار سيتنج، وهفعل بقى الاختيار الجديد عندنا اللي هو أوبشن فور كويز. ده السؤال ده جميل جدا، إنه بيديك الإجابة عقب كل سؤال. الله، طب احنا اتعلمنا النهارده حاجة جديدة، اتعلمنا إن أنا ليه الفورم بتاعي جاي يسار، احنا عايزينه ناحية اليمين. كولكت وهروح أقول له كوبي لينك، أخد اللينك بتاعي، وزي ما اتعلمنا النهارده هنروح نفتح النوت باد بتاعتنا. أهي أهي النوت باد بتاعتنا فتحتها، وهحط الفورم الجديد بتاعي بيست كده، واكتب فيه. هنكتب فيه ايه؟ ها، نكتب فيه and ونختار الصيغة اللي هنكتبها L-A-N-G equal، سوري باللغة الإنجليزية L-A-N-G اوكي equal AR داش EG. تمام. وبعد كده اخد المتصفح بتاع، اخد ده واقول له كوبي، وهروح على اي متصفح. فاكرين دلوقتي انا فعلت ايه؟ رحت فعلت هنا من السيتنج، فعلت اوبشن فور كويز. اول واحدة دي رحت فعلتها. ليه فعلتها؟ عشان تديني تقييم ورا كل سؤال. تعالوا كده نفتح اي متصفح من المتصفحات الموجودة عندنا، نقفل ده، نقفل ده، نقفل ده، نقفل ده كده، ونروح على متصفح تاني خالص نجيبه عندنا هنا. مثلا هذا المتصفح فتحته وهحط فيه اليو ار ال الجديد بيست، ونشوف كده مع بعض. انتر. لا، ده المتصفح مجهول الهوية. نروح لمتصفح تاني، هيغلبنا على بال ما يفتح. اهي يو ار ال اهي بيست، وضغطت عليه انتر، ونشوف اهي معايا. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نشوف شكل الفورمز هيظهر ازاي. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده تعمل فيا كده؟ مش وقتك خالص انك انت تدخلني هنا اهي. اهي شايفين اتحولت ازاي على طول. طيب ايه فايدة بقى الاوبشن الجديد اللي احنا اخترناه؟ انا مثلا اخترت الاجابة خطأ، قلت له ذو القعدة. هل اجابة ذو القعدة دي صحيحة؟ ارسال. احسنت، انت على وشك الانتهاء، حاول مرة اخرى. طيب هنا هقول له لا، ذو الحجة ارسال. اداني جهد كبير للتقدم. العلامة دي
تغذية راجعة بتتم في السؤال بسبب الاختيار اللي اخترناه سوا مع بعض اللي جه من الثلاث نقاط، ونزلنا للسيتنج وخدت الاوبشن فور كويز، ان هو بيديني بيقول لي اجابتك صح او غلط من اول مره. كل سؤال انت هتجاوبه هيديك بقى الفورم بتاعك عباره عن سؤال سؤال، مش هيديك الفورم كده اسئله تحت بعضها، هيديك الفورم سؤال سؤال، تجاوب سؤال تتخطاه تروح على السؤال التاني، ظهرت لي تحت كلمه ايه؟ التالي، اروح هنا، ما هي الصوره التي ذكر فيها الحج؟ اخترت البقره. هل الكلام ده صحيح؟ ارسال. هنا ممتاز، طيب اكمال التدريب، لا ده انا كده خلصت التدريب، اوكي احفظ استجابتي او اعطيني ملخص الاجابات. فدي برضو من التحديثات الجديده اللي خاصه بمايكروسوفت فورمز، واتمنى من الله ان اكون كفيت او اعطيت معلومات كافيه عن المايكروسوفت فورمز، وما نسيناش في حاجه، وسامحونا للقصور، سامحونا ان كنا نسينا شيء او قصرنا في معلومه، لكن قدر الامكان حاولت اجمع كل التحديثات الجديده اللي انضافت على تطبيق مايكروسوفت فورمز. اتفضل يا استاذ فارس. شكرا أستاذ وسام على هذه المعلومة اللي تم تدوينها في آخر ملاحظاتي عن الفورم، وخصوصا إن كثيرا ما أستخدم الفورم في عملي. في هذه المعلومة معلومة فعلا قيمة وجديدة، يعني حتى لو المعلومة للبعض ممكن ينظر ليها يعني على إنها مثلا سواء الشمال أو يمين مش هتفرق، لا هي تفرق كتير في الفورم وفي شكل الفورم. دايما التنسيق في الفورم مهم جدا، لان هو ورقة امتحان تقدم للطالب، فشكلها بيكون احسن ويكون جميل جدا. معلومة قيمة استفدنا منها جميعا، وشكرا استاذ وسام على ادائك في محاضرة اليوم. وزي ما قلت وبقول مرارا ان احنا بنقعد نستمع في المحاضرات، وكتير بيحضر معانا وهو يعلم التيمز وبيشتغل على التيمز وكل شيء، ولكن ينتظر معلومة مثل ذلك من اي زميل. ويمكن قبل كده برضو كتير قوي على التيمز اتكلمنا برضو ازاي نضيف ويظهر الشات للجميع، واخدنا في بداية حياتنا مع التيمز مشكلة ظهور الشات للجميع، وكلنا والحمد لله الفرق كلها قدرت تتغلب على هذا. فالمعلومة صغيرة ولكن قيمتها كبيرة كبيرة جدا جدا جدا. شكرا أستاذ وسام على محاضرة اليوم. ننتقل إلى أسئلة رواد الفريق الآن، وننهي الجزء الثاني. بس أنهي الجزء الثاني من التسجيل وننتقل للأسئلة إن شاء الله. تفضل.